اه شباب صبايا معاي دكتور معك. كمان دكتور. مرة بنحط جدول صغير بنكتب عليه المتغير في العمود أو الصف الأول. الصف الثاني بنكتب العدد، الصف الثالث بنكتب النسبة المئوية. زي هيك، زي كيف هنا يعني، هي نفس ما هون، بس هون حاطط في الإنجليزي الفريكوانسي عدد، البيرسنتج هون شو هي النسبة المئوية، وهون اليس والنو اللي هي ايش؟ اللي هو المتغير. هسا المتغير شو اسم المتغير كان عندنا؟ اللي هو المشاركة في المنتخب. طيب قديش عدد اللي شاركين في المنتخب؟ ثنتين. اللي ما شاركنش؟ ثنتين. النسبة المئوية لكل واحدة فيهن المجموع. هيك بتوصف العينة بطريقة أحلى وبطريقة أرتب. وصلت كيف؟ هذا تحت العينة في الفصل الثالث، تحت العينة بتحط هذا الجدول كوصف ليلة. في سؤال على وصف العينة؟ وصف العينة اللي هو الجدول اللي فوق. الجدول الأول والثاني اللي هنا المتغيرات المستقلة، الليفينج المتغيرات. والباير انترناشونال. تمام؟ تمام دكتور. في حدا مش فاهمها هاي؟ شباب صبايا؟ بس دكتور مش عارف عندي بكبدتش تظهر. ليش؟ شو اللي ما بكبلتش تظهر؟ هي هذول الجداول الاثنين مستحيل، في شيء غلط معناته. وين فتت؟ شت وين شهور فتت؟ وين فتت؟ فوت على دكتور، انالايز. دخلت ايش؟ هاي انالايز انالايز على ديسكريبتيف ستاتستكس وفريكوانسي. شايف؟ اذا ضغطت على انالايز فوق عندك هاي ديسكريبتيف، في عندك فريكوانسي، شايفها؟ اضغط عليها. لازم يطلع لي الجدولين عندك. عرفت المتغيرات صح وكل شيء صح مشيت فيه؟ وبعدها بنكلهن على جنب نكلتين بالضبط، وبعدها اعطيه اوكي. هاي اوكي. شو طلع عندك؟ ولا شيء. شو ولا شيء؟ ولا مستحيل. مستحيل. والله. مستحيل. انت لازم الاصدار اللي احدد عندك اشي شو قبل ما الاصدار؟ ادخل هين. شو الاصدار اللي عندك؟ 28. 28.28. طب انا لازم هذا احدد الاصدار قبل اللي ما عندي لو جبت اشيل. لكم اياه، في حدا بيقدر يقيمه عن جهازي يعطيكم اياه نصير نتوحد مع بعض فيه؟ سهلة طول بطول عادي، بس بجيب اللي لك هو مش اياه، عارف. بجيب لكم اياه وبحط لكم اياه على فلاشي انا، لانه اسهل اصدار. هذا اسهل اصدار موجود عندي، سهل جدا جدا بسيط، بس اللهم انه بتعامل بالانجليزي بتعاملش بالعربي، يعني هذا السلبيه اللي فيه. الاصدارات الثانيه معقد كثير وبتفوت فيها في متاهه، هذا بسيط وسهل التحليل عليه وواضح. انت بكريات او يوم الاثنين بس نداوم ان شاء الله، جيب الجهاز. هي فتح هي فتح. لا انا مش باكل، اعرف باكي في معطيني اشاره ان المطبخ هاي يكون هاي ضغط. لازم ما اعطاني اعطاني اذا معرف المتغيرات صح سهل جدا الامور تصير بعدها. اذا هذا اعطاني ستيت كل اوكي، شيء. اذا هذا وصف العينه. هسه بنيجي لاسئله الدراسه. السؤال الاول كنا يا وفاء، ما دوافع لاعبات انديه الدرجه الممتازه في فلسطين؟ للاجابه على هذا السؤال اذا جيت قلت دائما، احنا اذا متذكرين دائما سؤال الدراسة الأول، إذا متذكرين سؤال الدراسة الأول منين بيجي؟ من مشكلة الدراسة. ماشي، من مشكلة الدراسة، بس من العنوان. 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 ما دوافع، ما اللي هو السؤال الرئيسي اللي بدنا نجاوب عليه، ما هي الدوافع، ما مستوى، ما مدى تأثير، من العنوان السؤال الرئيسي. دائما إجابة هذا السؤال الرئيسي تتم، انتبهوا شو تتم، من خلال أربع أو ثلاث شغلات: من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية. شفتوا؟ عيدهم. السؤال الرئيسي دائما وأبدا، السؤال الرئيسي في البحوث الوصفية أو المسحية
تتم الإجابة عليه دائما وأبدا من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية. والنسب المئوية منيح. طيب إذا بما إنه إحنا هيك حكينا منيجي عشان نجاوب على هذا السؤال للإجابة على السؤال الدراسي الرئيسي والذي نص ما دوافع لاعبات أندية الدرجة الممتازة في فلسطين. قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية للإجابة على هذا السؤال، والجدول رقم كذا وكذا يوضح ذلك. هسا بدنا نيجي نحلله. أول نقطة، لازم نوجد الدرجة الكلية لجميع أسئلة الدراسة. درجة الكلية بدنا نوجدهن درجتهن الكلية عشان نجاوب على هذا السؤال. هلأ إحنا هسا الأسئلة اللي حطناها إذا متذكرين ما حطناش عليها محاور، ما حطينا عليها محاور. إحنا هسا بدنا نفهم الأسئلة كيف نطلع الدرجة الكلية لهذه الأسئلة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي كمان منضيف محاور ليلها عشان نطلع المحاور، أو بنأخذ لنا محاضرة إلكتروني كمان عشان نطلع المحاور. إحنا هسا خلونا على الدرجة الكلية بدون محاور، يعني حطينا أسئلة ما حطينا محاور على كل أسئلة، يعني على كل خمس أسئلة ما عطناهنش محور، ما عطناش هنا محاور، حطينا الأسئلة بشكل عام. الآن كيف بدي اطلع الدرجة الكلية لهذه الأسئلة؟ انتبهوا. إذن عشان نجاوب على السؤال الأول، سؤال الدراسة الرئيسي الأول في البحوث الوصفية والمسحية، يجب أن يتم الإجابة عليه من خلال المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والانحرافات المعيارية، وإن نطلع الدرجة الكلية لهذه الأسئلة. لازم نطلع الدرجة الكلية لهذه الأسئلة. طب كيف بدنا نطلع يا دكتور الدرجة الكلية لهذه الأسئلة؟ انتبهوا، ركز. أولا تضغط على أيقونة ترانسفورم، في أيقونة هي فوق اسمها ترانسفورم، شايفينها؟ حط عليها علامة، هايها واضحة، أيقونة ترانسفورم في البرنامج فوق، لازم تضغط عليها. بضغط عليها الآن، بس تضغط عليها في بيجي عندك إشي اسمه كمبيوت. أول خيار ضغطت عليها كمبيوت أفيرابل، كمبيوت أفيرابل، هيو بضغط عليه. أول خيار اللي هو الكمبيوت أفيرابل عشان أطلع الدرجة الكلية. طيب طلع فتحت عند الصفحة هاي، بكل لي تارجت أفيرابل، بكل لي شو بدك تسمي الدرجة الكلية أنت هون، شو بدك تسميها؟ أنت سميها التوتال، المجموع، سميها أول، إيش بدك، لأنه هذا متغير جديد اسمه الدرجة الكلية، سميها توتال، سميها أول، سميها محمود، سميها إبراهيم، إيش بدك، بس أنت عارف أنه هذا محمود أو إبراهيم أو مهند أو إياد، هو يعني الدرجة الكلية لكل الأسئلة. إذن بنسميها توتال. اللي مش فاهم كل مش فاهم. طيب إذن اسم هذا المتغير توتال، شو يعني أنه هذا توتال؟ توتال معناه الدرجة الكلية لن، معناه الدرجة الكلية لشو؟ لكل الأسئلة، الأسئلة كلها، صح. طيب نيجي على النومريك إكسبيرمنشن تحت اللي هي هايها هون في الجدول، بحط السهم فيها وبكتب كلمة، كلمة بكتبها في الإنجليزي مين، مين M E A N، معناها إيش؟ الوسط. مين، شايفينها؟ هذه الكلمة مهمة في النومريك إكسبيرمنش إكسبيرشن، بحط مين، مين بكتبها عشان أسهل على حالي، وبعد ما أكتب المين باجي بفتح كوسين. إذا بدكش أنت تفتح الكوسين من عندك، أي هن الكوسين موجودات تحت، شايفين عند ديليت هاي في كوسين. شو الإمة إيش؟ ألو؟ لا لا دكتور، هاي أختي، سوري.
إذا مين وبفتح قوسين هيك. الآن إذا بتخربشوا في أي واحدة فيهن بكبلش البرنامج أحط أي إشي بيعطيكش داتا. الآن عشان أطلع الدرجة الكلية بدي أحط كل الأسئلة بين قوسين، باجي لك U1 هاي Q1 وبحطها بين القوسين، بحط بضغط على السهم هون وبضغط بجيبها بين القوسين هاي Q1. طيب هسا بين الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3 فاصلة، إيش فاصلة لازم نحط لي الفاصلة، الفاصلة عفوا آه هي فاصلة، فاصلة هيا فاصلة أنا حطيت Q2 وبحط سهم بدخلها بعدها فاصلة 3 سهم وبدخلها. أنا الفاصلة بتيجي عندي على حرف الواو 4 وبدخلها فاصلة. تر هاي لكل الأسئلة سواء كانت إيجابية أو سلبية صح؟ لكل شيء لكم انسي خلاص، خلصنا سلبي وإيجابي خلصناه، تعرف عليه وهو عارف شو بيعمل وشو بيشتغل، ماليش فيه ماليش فيه خلاص. مش برمجتي انت هيك، ما انت برمجتي. والكيو ستة وبدخلها هون، خلصنا خلصنا هيك بتكون الدرجة الكلية كلها عندك تمام. طلعت بس الأسئلة كلها اللي حالها المتغيرات المستقلة ما ليش فيها، باجي بعطيك كلمة أوكي خلص بكله هاي الدرجة الكلية عندي طلعت، اعمل لي إياها أوكي. هاي اعمل لي إياها خلص هاي هون. هسا إذا بدك تروح على الصفحة الرئيسية للمتغيرات بيجي عندك متغير جديد اسمه توتال، طلع عليه وينه هيو، هاي إشي صفحة لازم أجعلنا إشي اسمه توتال، طلع هيو هاي أجعلنا توتال، هذا متغير جديد للدرجة الكلية ماليش فيه خلص. الدرجة الكلية لكل الأسئلة للاعب الأول الثاني الثالث إلى آخره، ماشي خلصنا. هسا بنروح عشان نجاوب على السؤال، نوقف هون طب ومنروح هون على هذه الصفحة شير. كنا كيف بدنا نجاوب على السؤال؟ شو اللي بدنا نستخدمه؟ المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، مظبوط؟ هذا اللي كنا عشان نجاوب على السؤال اللي هو ما دوافع لاعبات أندية الدرجة الممتازة في فلسطين، مش هيك حكينا؟ ألو طايعين شكلكم ضيعتوا؟ آه دكتور لا لا هي واضح فاهمين؟ شباب صبروا. طيب عشان نجاوب على السؤال اللي هو ما دوافع وما بنيجي نضغط على Analyze، ضغطنا على Analyze بروح على الخيار الرابع عدهن اللي هو Compare مين اسمه، لا عفوا Analyze على الخامس، الخامس الخيار الثاني خامس. رقم اثنين، رقم اثنين خليكم معي، رقم اثنين بروح على Descriptive Statistics عشان أطلع إجابة السؤال الأول على الخيار رقم اثنين، وبعد خيار رقم اثنين بروح على الخيار رقم اثنين في الصفحة اللي فتحت جنبها اللي هو Descriptive اللي هي هيها، طلعوا وينها رقم اثنين Descriptive، هذا اللي بروح عليه بضغط عليها. ليش هذا دكتور؟ هذا عشان أطلع إجابة السؤال الأول، السؤال الأول للإجابة عليه اللي هو ما دوافع ممارسة لاعبات كرة السلة في فلسطين، كنا لازم نستخدم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية عشان نجاوب على هذا السؤال. طيب إذا كيف بدي أطلع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والانحرافات المعيارية؟ باجي على Analyze، بضغط على Analyze، بروح على رقم اثنين Descriptive اللي هي Statistics، وبروح على إشي اسمه Descriptive هيو رقم اثنين مش Frequency Descriptive، بضغط عليها. الآن شو بقول لي هون؟ بقول لي دخل لي الأسئلة اللي أنت بدك تطلع لي من الوسط الحسابي والانحراف المعياري كلياتهم، دخل لي إياهن في الصفحة اللي على يمينك، باجي بقول له هيهن Q1 Q2 3 4 5 6 وآخر إشي التوتال، بقول له دخل لي إياهن هون. أي دخل كيف دكتور حددتهن؟ إيش؟ كيف حددتهن بدون حددتهن؟ طلع علي هاي بدرجهن، اضغط اضغط على Q1
خليها تتلون هيك زي ما هي او كيف بتطلع. وفي عندك كلمة كنترول، شايفها؟ كنترول على الجهاز، في كنترول على الجهاز مش على البرنامج، على جهازك، على جهازك. اضغط على كنترول وامسك الماوس وامشي على واحدة واحدة، اضغط عليهن وانت ضاغط على كنترول، ما تكمش ايدك عن كنترول. سويتها؟ مشت معك؟ اجت معك؟ الان بعدها على السهم اليمين بدخلهن هون، دخلناهن هون. طيب احنا هسا بدنا اياه يطلع لنا الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية. بعدها شو بعمل؟ اوكي اوكي، هاي يطلع لي كل اللي بدي اياه. هذا الجدول، الجدول هذا نحطه في الفصل الرابع. هذا الجدول استوب. هسا هذا بده يكون اجابه السؤال الاول، شايفين؟ اجابه صح. ايش هذا بنحط في الفصل الرابع، بيكون السؤال تحت الجدول 100%. اجابه السؤال الاول بكيم الجدول. طلع اذا بتضغط على الجدول، تقدر تضغط على الجدول تعمل له قبله. احكي. ليش ما حددت معه السؤال؟ ليش اسمه السؤال الاول بيحكي عن اللاعبات، ليش ما حددت معه تبع ليش اسمه تبع ايش البلاير؟ هذا أول. سؤال ثاني متغير ثاني مع سؤال ثاني. هذا السؤال الاول، هذا السؤال الاول بنجاوب عليه هيك. هسا السؤال الثاني بنيجي اجابته اللي هو البلاير، الانترناشنال بلاير، اللي هو اللي بيلعب في المنتخب او بيلعبش. ماشيين؟ سؤال سؤال. احنا قلت لكم حسب الاسئله بجاوب. هسا عندي السؤال الاول، ما دوافع لاعبات كره السله في فلسطين؟ دوافع لاعبات كره السله في فلسطين يتم الاجابه عليها كسؤال رئيسي من خلال المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعياريه والنسب المئويه. منيح. الان السؤال اللي بتحكي عنه انت هسا صار سؤال ثاني بمتغير ثاني، بسؤال ثاني باحصاء مختلف عن اللي انا بشتغل فيه. وصلت؟ وصلت تمام. واضح؟ إذن السؤال الرئيسي للبحث الوصفي أو المسح بجاوب عليه من خلال المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والانحرافات المعيارية. هذا الجدول اللي طلع عندي اعمل له كوبي، هاي بتقدر تعمل له كوبي من عندك هون وروح حطه على الإكسل. هسا بقول لك ليش، عشان توضح هالشغلة. وقف اللي هنا، هاي ستوب شير، عملنا له كوبي ونروح على الإكسل. وين الإكسل؟ ثواني، هاي الإكسل طلع علي. شو بده يصير عندنا هون؟ هاي الإكسل بحط الجدول أنا اللي جبته من اللي هناك على الإكسل. دائما استعينوا بالإكسل، بيسهل عليكم شغلات كثيرة. هاي اللي أنا طلع معاي بالنسبة بالنسبة لوسط الحساب والمنحرفات المعيارية، وهسا بالنسبة كمان اللي هي النسبة المئوية. الجدول الأول الآن العدد ما بديش إياه، الماكسيموم المينيموم بديش إياه، هذول أحذفهم. بدي المين الوسط الحسابي والستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، هذول اللي بدي اياهن. انا هذول بحذف هنا، اي ديليت هي خليهن عندك. هي طلع عليهن ارقام كبيره، ارقام كبيره دائما اعمل الرقم من خانتين. ضللهن هيك وروح هون. شايفين فيه عندك هي تطلع على الاكس الفاتح عندكم ولا مش فاتح؟ فاتح. بعد ما تضللهن شايفين في عندكم هون ارقام، هيهن هذول بخففن عدد الأرقام لخانتين ولخانة، فيحبذ إنك تخلي الأرقام خانتين، يعني خانة أولى وخانتين وراها، هيك أفضل بيكون وأرتب وأحلى. فعشان هيك إحنا بدنا نخفف، بضللهن أول شيء وبروح بعدها على الأرقام. هذا هاي أنا هطلع شو بعمل. هاي أنا هون ضلل الأرقام، هاي ضللناهن ومنيجي هون منخفف من هنا. هاي صار ينزلين كمان خانة، خلص. إذن هاي اللي طلع عندي. بس طلعوا شوي، مين بلاحظ مدام أنا هسا
عندي هذا آخر واحدة بتلزمنيش 14، هذه بكيمها، هاي ديليت. أنا شو طلعت هون؟ مين بكل شو اللي طلعته؟ المين الوسط الحسابي صح؟ بس الديفيشن هاي شو حكينا عنها؟ الستاندرد ديفيشن اللي هون انحراف المعياري صح؟ ألف دكتور هاي الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، الانحراف المعياري. مش سامع، في صوت مش سامع. ايش سامعيني انتو؟ احنا معك سامعين. شباب طلعنا الوسط الحساب والانحراف المعياري لكل سؤال لحال بعدين كلهم كامل صحيح. طيب هسا مين بقول لي هنا في سؤال مهم؟ مين بقول لي طب أنيع على فقره كانت في دوافع لاعبات انديه الدرجه الممتازه في فلسطين؟ الثاني المفروض صح؟ ليش؟ لانه عندنا المفروض هيك مع اللي هي الفا صح؟ السؤال الكيو 2 4 دكتور ولا لا؟ كيو 4 لا لا طلعوا لي اني اعلى فقره الاولى كانت الاولى دكتور ولا الاولى ايه خامسه رقم خمسه طلع عندكم على رقم خمسه خمسه واضح هي خامسه اربعه ونص بعدين شاهد مش واضح الصوت عندك مش سامع الصوت مش واضح النت عندك مش واضح شايف أنا بحكي شاهد شكله عشان النت عندها ضعيف مش سامع ولا شيء من الحكي اللي بتحكي فيه تيجي ليه بيطلعش الصوت سامعتيني انت شباب صبايا طبعا انتوا سامعيني انا سامع طيب اكلا احنا هون سامع بس عارف النت كيف عندي احنا مش سامعينك يعني بقطع على كلا احنا هون كانت اعلى فقره انه في دوافع لاعبات انديه الدرجه الممتازه في فلسطين هي الفقره الخامسه طلعوا ليش لانه جابت 4.5 فيحبذ انت اما تيجي تكون الفقرات عندك هيك لازم ترتبها من الاعلى للاقل من الاعلى للاقل التوتال اللي هي هذه مجموع الفقرات بتكون اخر فقره هي مجموع ما هي بتكون اخر فقره فبالتالي طلعوا كيف بدنا نرتبهم باجي بضغط بس على الفقره الاولى بحط على الأربعة وخمسة وعشرين هون وفي عندكم على الاكسل طلعوا على الاكسل في عندك سورت فلتر سورت فلتر معناته بيقول لك بدك الترتيب من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير انا بدي من الكبير للصغير اللي الخيار رقم 2 بقول له رتب لي اياها من الكبير للصغير بضغط عليها رتب لي اياها شوفوا رقم 5 كانت اعلى فقره اقل فقره كانت رقم 3 وهذا الشيء طبيعي تكون اقل فقره مين بيقول لي ليش لانها فقره سلبيه فكل اللي جاوبوا على الفقرة هذه كانت إجاباتهم مش معجبهم الوضع يعني لأنه أصلاً سلبية الفقرة إذن هذا المقياس كان بالطريقة اللي شفناها أمامنا وصلت كيف أنا برتب الفقرات طلعوا كيف ترتيبهن أجا في حدا مش فاهم كيف رتبتهن على الإكسل الآن النسبة المئوية مش بدي أسألك دكتور التوتل بنخليها هيك برضو ولا المفروض لا لا, لا 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 ما بتضل هيك التوتال قلت لك بدها تنكام من محلها وتصير آخرهن لأنها ما هي اسمها توتال لكل الفقرات فهي بدها تكون آخر إشي اللي هي الدرجة الكلية مش قلنا لكم الدرجة الكلية للفقرات فما بتكون هنا لكن أنا للترتيب الآن طلع شو بتعمل بدي النسبة المئوية مش طالعة عندي سهل جدا تطلع النسبة المئوية أنت هون والبرنامج بطلع لك إياه بس بديش أتوهك في البرنامج لكن إذا بدك تطلعها من الإكسل بس تعال حط السهم طلع علي حط السهم الأول حطه
في الخانة كبال فقرة خمسة، حطه هون في جنبها، حط اضوض يعني حط على المربع اللي في الفقرة رقم خمسة. طيب الوسط أو النسبة المئوية كيف بطلعها؟ تيجي بتقول H طلع وين؟ هون H هي خانة ال H، هيا خانة ال H شايفين عليها H. ليش حطيت H؟ لأنه إحنا في خانة ال H المتوسطات هيهن، عشان أطلع النسبة المئوية بدي هون إحنا في خانة ال H. H عفوا شوي هون شوي طلعتش. إذن كمان مرة باجي بحط على الخانة اللي في جنب رقم خمسة مباشرة بعد الستاندرد ديفيشن، بتقدر تكتب فوق هون النسبة المئوية أو بتيجي اللي بدك إياه، بدك إيش أنت حر، بتحط يساوي يساوي بالشكل هذا يساوي H. طيب رقم الأربعة ونص كديش رقمها؟ في أي خانة؟ في أي إيش؟ سبعة. إذن سبعة ضوط شايفين عليها؟ إذن هيك طلع كيف أجي عندي، حطيت يساوي وحطيت H سبعة. الآن بحط إشارة سلاش اللي هي تقسيم، تقسيم شايفين تقسيم، هذا سلاش تقسيم، مين بقول لي بدي أقسم على كم؟ على عددهم على ستة. لا لا لا، يلا مين بقول لي شو هي شيء دكتور؟ كمان مرة أنا بتضطلع النسبة المئوية للفقرة رقم خمسة ملية؟ عالمية لا ما بيعش بطاطا. خمسة المفروض على خمسة صح؟ ولكن انت بطل، بطل انت خمسة انت بطل على تقسيم خمسة كلهم. ليش؟ لأنه هي السادس بدي أخذ نسبة المئوية المفروض من باقي الأسئلة. لا أستاذ أنا عدد بتشكل هي نسبة من عنا الخمسة وأعلى من خمسة وأقل من خمسة صح؟ يخرب بيت شرك يا مهند أنت، أنا قلت عرفتها هي كلاتة الخمسة المقياس. أعلى درجة في المقياس خمسة، في حدا بيقدر يجيب أكثر من خمسة؟ في حد بيقدر يجيب مش ثلاثة خمسة صحيح؟ في حد في مقياس ليكارت خماسي ما هو مش موافق في درجة كبيرة هي خمسة أعلى أعلى نقطة؟ في حد بيقدر يجيب أكثر من خمسة؟ فيش حد بيقدر يجيب أكثر من خمسة. إذن أنا بقول أربعة ونص تقسيم الدرجة الكلية للمقياس اللي هي خمسة ضرب كم؟ كم؟ يلا ضرب ستة. شو ضرب كم؟ إن شاء الله لا يعطيك إياه العافية. ضرب مية. ضرب مية 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 نسبة نسبة مئوية. نسبة ما إحنا بنقول نسبة مئوية سهلة، وبحط إنتر، بس بضغط إنتر بطلع عندي النسبة المئوية لهذا الفقرة. طلع كديش؟ تسعين. تسعين إيش بالمية. الآن ممكن ترجع نعيدها كمان مرة؟ بدي أعيد لك إياها ولا يهمك. الآن عشان الفقرات الثانية تعملش زيها، بس تعالي اعمل سحب للأولى بس انزل فيها هيك تحت، طلع كلهم بطلع النسب المئوية لهم كاملة. هسا اللي بتطلع رقم كبير روح لي على الأسهم هون فوق زغيرها خليها تصير زيهن. طلع هاي صارت زيهن. أعيدها؟ نعيدها؟ نعيدها، نعيد، هاي بدي أحذفها، هاي حذف، نعيد، هاي منعيد، هون، منحط يساوي أول شغلي، أنا بدي أطلع النسبة المئوية للفقرة رقم خمسة، إذا كان المقياس خماسي بقسم على خمسة، طب إذا كان المقياس ثلاثي؟ ثلاث بقسم على ثلاث، على ثلاث. إذا كان سباعي بتقسم على سبعة، أعلى درجة في المقياس بتقسم عليها وبتضرب ضرب مية في المية. الآن باجي للفقرة رقم خمسة في جنبها، بدكش خمسة روح للفقرة رقم ثلاث مثلا، بصير بدك أي فقرة فيه بتروح على رقم ثلاث. حط أول شغلة بتحط كلمة يساوي، هاي يساوي. طيب العشر دقائق وبطل. طيب أوكي يساوي. طيب في حدا بدي يحكي؟ مهند مين؟ باسل. في حدا بدي يحكي؟ دكتور لا ما حكيتش، تفضل كمل. طيب احنا رحنا على الفقرة رقم ثلاث، بدناش الفقرة رقم خمسة. طيب
الوسط الحسابي للفقرة رقم 3 في أي خانة جاي؟ 13. الخانة في الصف، في الصف 13، صف 13 رقم كديش؟ رقم تحت أي خانة؟ أتش. الأتش. إذن بقول أتش 13. أول شيء بتقول أتش 13، بتضوي، لازم تضوي عندك هيك عشان تبقى عارف إنك هيك شغال هون. يعني أنا عديني بقول يساوي، إذا بدكش تحط يعني عندي النتيجة تطلعه. يعني في ناس بتحب أنا ليش ما ريح راسي، طيب خلاص أنا أقول لك بديش أعمل هيك، في بيجي بيقول لك أنا بدي أحط 1.7، بحط اللي هي 1.75 تقسيم، شايفين إيش تقسيم كم؟ مين بقول لي 5 ضرب 100% 100%، وبعطي انتر، خلص 35 طلعت هيك. بس بزبطش أسحبها على اللي فوق، مين بقول لي ليش؟ يعني ها إذا بدي أسحبها ما بتزبط فوق، طلعوا بس إذا بدي أسحبها بتزبطش فوق، تطلع أرقام غير آخر واحدة. أنا أعطيت معادلة هون بس للفقرة رقم 3، لأني حطيت بس 1.75. بالضبط. هسا من تحط أنت أتش 13 بعدها اللي فوق بتصير أتش 12 أتش 11 أما تعمل السحب، فكل واحدة بتعامل معها حسب الأتش اللي بيجيها، شفتوا كيف؟ أوكي. لكن هون 1.75 صار ثابت. عشان هيك دائما أول شغلة هاي ديليت، أول شغلة باجي أفضل إنه نحط الخانة والرقم عشان أول شغلة بتيجي بتحطي، حط المؤشر على بدك أنت مثلا هذه تطلع لها النسبة المئوية، بحط المؤشر عليها، المؤشر عليها وين بتيجي؟ بتيجي في الأتش، هاي الأتش، هاي على الأتش رقمها 13. إذن باجي بحط هون كبالها يساوي، يساوي أتش 13. هسه هاي ضوط عندي تقسيم، تقسيم 5 4 100، وبعمل أوكي أو إنتر، طلعت عندي. الآن اسحبها للفقرات اللي فوق، هاي الفقرات اللي فوق، بنكس الأرقام هون، هاي عندك النسبة المئوية. شو رأيكم؟ سين سؤال واضح؟ تمام واضح. إذا عملتوا هيك، هيك جاوبت السؤال رقم 1، هاي جواب السؤال اللي هي دوافع لاعبات أندية الدرجة الممتازة. وهسا بنشوف شو الجواب في البحر. احكي. مش لازم نخلي التوتال آخر إشي؟ أيوة، بس كمل التوتال هذا ما انتبهت له. صحيح. هاي بعمل كات، هاي كات، وبحطها في رقم 14 بيست. هاي ممكن هاي هاي كات هيك، وهاي هون هيك. طلعوا كيف؟ هيك الترتيب، شايفين كيف؟ هسا اللي بتطلع على الجدول هذا بيقول لي دكتور هون يتضح من الجدول اللي أمامنا إنه الفقرة رقم 1 كانت هي أعلى فقرة في المقياس في دوافع لاعبات أندية الدرجة الممتازة، والفقرة رقم 5 أجت أقل فقرة في المقياس في دوافع لاعبات أندية الدرجة الممتازة، والدرجة الكلية كانت هي عبارة عن 3.46 اللي هي بنسبة مئوية كذا وكذا. ويعزو الباحث بدك تيجي تبرر لي ليش أجت الفقرة هذه رقم 5، بدك تقرأها وتكون عارفها في الدرجة الأولى ولا رقم 3، وليش أجت الدرجة الكلية عندك رقم بنسبة مئوية 69. الآن هذه النسب المئوية لازم يكون فيه لها مفتاح. شو المفتاح؟ حسب أفرجيكم إياه، لكن عند ما تطلع عندك انت اذا وصلت لهذه المرحله ولهذه الدرجه، طلع عليها هاي اللي هي هون، انت هيك جاوبت السؤال، بظل اتعلق على السؤال وتحط معايير النسب المئويه. ماشي. هسه بدي افرجيكم الشغله الثانيه اللي هي للاجابه على هذا السؤال.
تسمعيني شباب صبايا؟ سامعين؟ سامعين دكتور. سامعين الان هون نرجع للبحث. هاي البحث، هاي ان البحث. نيجي هون، ايوه هاي هو. ما دوافع لاعبات أندية الدرجة الممتازة في فلسطين؟ الإجابة على هذا السؤال استخدام المتوسطات والنسب لكل فقرة في المجال. الآن طلعوا شو دائما بالعادة بنحط 80% فعلى مستوى الدوافع عالي، من 70 ل 79.9 مستوى دوافع عالي، عالي جدا اللي فوق هذه عالي، من 60 ل 69 متوسط، عندنا من 50 ل 59 دوافع منخفض، أقل من 50 مستوى الدوافع منخفض جدا. والجدول رقم 5 اللي هو الجدول اللي عملناه، شوفوا الجدول اللي عملناه بيوضح هذا الحكي اللي عملناه، مش طلعنا الإجابة عنه. الجدول اللي عملناه الآن بدي واحد يسألني لكل دكتور، طيب منين جاب 80% ومنين جاب 70% ومنين جاب 60%؟ مين بكل من هو من درجة كأنه قسمها مع خمسة يعني بالضبط، إنه الدرجات يعني ممكن اقسم أربعة، إذا قسمت أربعة على خمسة كديش بطلع؟ ثمانية بالعشرة. ثمانية بال أربعة على خمسة يعني. ثمانية بالعشرة ضرب مية يعني ضرب مية كديش بتطلع؟ 80% 80% شايفين 80% 4 تقسيم 5 على درجة كديش عندنا الخمسة، الأربعة اللي كان موافق، إذا قسمنا الأربعة على 5 بتطلع 8 في 10 ضرب 100 80%. أي 80% فما فوق، فما فوق إيش بعتبره من 80%؟ دكتور ما انتبهتش أنا على المسألة اللي حكيتها. طيب عشان تغلبوش حالكم، ما تغلبوش، بديش تغلبوا حالكم عشان ما تفوتوش في رياضيات كثيرة. هذا المكياس إما بتوثقوا باسم شخص استخدمه اللي هو الثمانين في المية والسبعين لتسعة وسبعين والستين لتسعة وستين شايفين هن، واللي هو اللي هو المعايير، والخمسين لتسعة وخمسين مستوى الدوافع وأقل من خمسين. إما إذا استخدمت مقياس ليكارت الخماسي بتحطه هو نفسه نفس ما هذه الأشياء اللي بظهر لكم إياها، وإما إذا بدك تفهمه بتيجي بتقول، بتيجي بتقول أربعة، أربعة تقسيم خمسة، الأربعة هي عبارة عن الموافق اللي كان موافق اللي حط موافق عليه أربعة، أربعة على خمسة ثمانية بالعشرة، ثمانية بالعشرة ضرب مية هاي 80%. كل إشي فوق 80% معناته عالي جدا من الدوافع. اقسم، فاهم يا مصطفى ولا لسه؟ يعني دكتور بنقسم على كيف احنا معطيين القيمة لكل شغلة، يعني مثلا بنقسم الخمسة على ثلاث للي حكوا مثلا محايد بالضبط. وفاء، وفاء تغلبوش حالكم، تغلبوش حالكم. هذا المعيار يعني اغلب الباحثين بحطوا مش عارف كيف اجا، انت فاهم كيف؟ إما بروح بوثقه باسم واحد، كثير ناس بوثقه باسم ناس، وإما بروح بحطه زي ما هو. ما أنا ما بحاسبك عليه أو ما حد بحاسب أو البحث بحاسبكش عليه، لكن بحاسبك إنه أما تيجي تفسر النتائج. يعني هسا عنا تذكروا لي هذا، تذكروا لي المعيار هذا، شايفينه هذا المعيار، اتذكروا 80% عالي جدا، من 70 ل 79 عالي، من 60 ل 69 متوسط، ومن 50 ل 59 منخفض، أقل من 50 منخفض جدا إلى آخره. أنا اللي بحاسبك عليه هاي بدي أوقف الشير. أما تيجي عندي هون شايفين، أما أجي عندك هون عندي وين الجدول هاي دكتور؟ دقيقة ضايل وبطفي، مش مشكلة بنرجع على السريع.